أتكلم معكم اليوم من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا، بالتحديد بالمخبر الفيروسات الذي يقع في محطة بحوث تربل في البقاع في لبنان. وحتكلم اليوم بشكل مختصر عن فيروس اصفرار وموت الفول، أو اللي بسموه فوبين نكروتيك يالوز فيروس. أول ما تعرفنا على هذا الفيروس كان في عام 1992، وكان نتيجة الخسارة التي سببها هذا الفيروس على محصول الفول لعدد كبير من الحقول المزارعين في جمهورية مصر العربية، وخاصة في منطقة مصر الوسطى. بعد تحديد هذا الفيروس والتعرف عليه نتيجة اختبارات السيرولوجية والمولكولر، وجدنا أن هذا الفيروس هو فيروس جديد لم يكن متعرف عليه من قبل، وأطلق عليه هذا الاسم اللي هو فوبين نكروتيك يالوز فيروس. منذ ذلك الوقت بدأنا مباشرة في مركز البحوث إيكاردا في حلب بسوريا في أنه انتخاب أو دراسة المقاومة أصناف عدد كبير من أصناف الفول لمقاومتها لهذا الفيروس. درسنا ألفات الأصناف التي بتحصل عليها من بنك الأصول الوراثية من إيكاردا أو من حقول أو من برامج التربية في إيكاردا أو من برامج التربية محصول الفول في عدد كبير من الدول التي تقع في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. من عام 1993 تقريبا إلى عام 2010 لم نلاحظ أي نبات مقاوم لهذا الفيروس. 100 النباتات التي كانت تدرس كانت تموت في نهاية الموسم. في عام 2010 بدأنا نلاحظ بعض النباتات التي تبدأ أو تظهر مقاومة لهذا الفيروس. بدأنا بحصاد هذه النباتات ودراستها بشكل إفرادي نبات نبات، وللأسف في عام 2012 بدأت المشاكل في سوريا وانتقلنا من مركز البحوث في سوريا إلى تونس بالنسبة لمختبر الفيروسات. في تونس بدأت العمل على هذه النباتات على مجموع قليل من النباتات الذي لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد، وبكميات بذور محدودة 4-5 بذرات أو أحيانا بالكثير 10 بذرات من كل نبات فردي. بدأنا نعمل من 2012 إلى 2016، وجدنا أن هذه النباتات أيضا مقاومة لنفس الفيروس للسلالة أو العزلة اللي موجودة في تونس. بعد 4 سنوات من الدراسة في تونس وجدنا أن هذه النباتات بدأ العدد البذور يتزايد وتبدي أيضا مقاومة كبيرة لهذا الفيروس. بعد 4 سنوات وعندما تأكدنا أن هذه النباتات لها صفة المقاومة بدأنا ندخلها بتهجينات معينة مع أصناف معتمدة في جمهورية مصر العربية وفي بلدان أخرى تنتج إنتاج عالي للمحصول الفول ضمن الظروف المحلية، وفي بعض الأصناف الأخرى لها مقاومة لأمراض أخرى أو لحشرات أو آفات تصيب محصول الفول في هذه الدول. مثال، في بعض الأصناف كانت مقاومة لمحصول أو لأعشاب الهلوك اللي هو الأوروبانكي وخاصة في مصر، فأدخلنا عملنا تهجينات ما بين المدخلات التي تحمل مقاومة لهذا الفيروس مع المدخلات أو الأصناف التي تحمل صفة المقاومة للهلك، وأنتجنا الأجيال الأول والثاني والثالث كلها تم دراستها، ونحن حاليا في بعض المدخلات أو بعض التهجينات وصلنا فيها للجيل الرابع والجيل الخامس. هذه التهجينات أغلب النباتات المتحصل عليها تحمل صفة المقاومة للفيروس وللهلوك، وإن شاء الله وتعالى هذه المدخلات سوف تكون جاهزة للتوزيع لمراكز البحوث في مصر وللدول الأخرى التي تظهر أو لا يكون فيها هذا الفيروس له أهمية اقتصادية على محصول البقول، على محصول الفول والمحاصيل البقولية الأخرى يسبب لها خسارة كبيرة. فهذه إن شاء الله وتعالى هذه المدخلات ستكون جاهزة لتوزيع مراكز البحوث في خلال سنة أو سنتين من الآن. مع الشكر.